لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كروس كريم بنزيما التسويل رايا كريم جول كريم جول كريم جول الملكي وهاج الريال يسترجع نسمة الأبطال. رياح الظنون بعيد اليوم على داخل الملكي. زيدان يبحث عن الأمان والاطمئنان. لوكا مودريتش وهذه كرة جول كرة جول فيها جول فيها جول توني كروس جول وتنبأت إلى عوف قبل هدف كروس الألماني جول الألماني جول والريال رويال رويال ريال مدريد اليوم. تريكاو جول في أول مباراة يمرر أول كرة جول. إيلايش لتريكاو بيسرى يسدد بقوة ويهز الشباك عند الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول. أخيرا فعلها باريس سان جيرمان. ميسي لا ودخل ميسي ميسي وبا با 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 جول لا 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 ميسي جول يسجل هدف ولا أروع. أعطوا له الكرة فقط ليو ميسي واتركوه يفعل ما يريد. استلمها وراوغ الكرات التي تضرب في العارضة وتدخل كمية خطيرة خطيرة وتوغل بابا بابا خطيرة جول لويس ريوخا جول اختف كرة وهرب ودخل وخرج وحده امام الحارس مارك اندري تير شتيغن ويسجل ثاني اهداف هذا الموسم. يا سلام وكأنه سرقها الكرة هذه من هنالك لويس الريوخا مر من الاول ثم الثاني خرج امام ميسي بابا بابا با جول ميسي ترينكاو جول الهدف الثالث لبرشلونة الهدف الثالث لترينكاو هدف الثاني هذه الليلة. برشلونة تسجل الهدف الثالث بشق الأنفس بصعوبة. طبعا لما تحول فرانكي ديونج إلى الوسط ميسي وبا با 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 جول لا 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 صارت النتيجة فعلا. ليو ميسي لا يفكر سوى في برشلونة اليوم لا يفكر سوى في اللعب لا يفكر سوى في التسجيل لا يفكر سوى في تي ميسي او بابا رائعة او بابا روعة. يا سلام ليو ميسي بأعجوبة لغريزمان غريزمان بروعة لفيربو لعبة ثلاثية ولا أروع. يا سلام عليك ميسي المبدع ميسي الرائع ميسي الممتع ميسي. يا سلام تمريرة ولا أروع لغريزمان. محاولة موجودة خطيرة لمصلحة روما روما النقلات للعمل الاستحواذ الرغبة في التسجيل كل هذا يحدث لدينا الآن وجوردان فيريتو يفعل ذلك ويسجل أول أهداف روما بدري روما لثاني أهداف روما جوردان جوردان جول 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 ثاني يأتي لمصلحة روما هدف ثاني يأتي لمصلحة روما يفعل
يفعل ذلك روما ويسجل الآن خلال هذه المباراة ثاني أهدافه وتاسع أهدافه على مستوى بطولة الدوري. نعم تريان مر عدد جيكو يحاول، هل نرى ثالث الأهداف؟ نعم 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 نعم، تنتهي الحكاية. نعم تنتهي الحكاية عندما سجل لدينا الإسباني بيدرو ثالث أهداف روما، رابع أهداف هذا الموسم. بيدرو يؤمن النقاط الثلاث لروما بهذا الهدف. كولومبيانو كيفينوك ديلو، يا عيني يا عيني يا عيني على سبيتزيا، لقد فعل سبيتزيا وسجل وتقدم. هنا هدف عن طريق ماجوري، أي هدف وأي لمسات وأي نقلات وأي تمريرات وأي سبيتزيا وأي تقدم. هنا كرة ثابتة، كرة ثابتة قوية. صاروخ في مرمى دوناروما، سبيتزيا يسجل ويتقدم بالثاني. باستوني يسرى لا تصد، يسرى لا ترد من جانب باستوني. باستوني باستوني bir orta daha. Kafa vuruşu Ertuğrul için canlı gol. Top ağlarda. Galatasaray 1-0 yakaladı Kerem'le. 9. dakika. İkinci hamlede Ertuğrul'un yapacağı fazla bir şey kalmadı sevgili seyirciler. Yakın mesafeden Kerem, genç oyuncu, Galatasaray'ın golünü attı. 11. haftada Hatayspor maçında. Oh, attention, la sortie manquée. Ah, et le but derrière, ouais, qui sera validé. La tête de Téline. Alors ça, c'est vraiment pas le coup du sort, mais vraiment improbable. Mousselera qui se manque littéralement. Kassim Passa, bien en profite. Et surtout, Téline qui vient égaliser dans cette rencontre. Alors, on pensait tellement qu'il allait aller l'accueillir tranquillement. Bah, pas du tout. Il est très en retard. Mostafa. Pour la course d'élan, c'est parti, et ce sera renforcé au fond, ce sera son troisième but en trois rencontres. Ah oui, c'est une belle révélation ce joueur, hein. Attention à lui, il s'installe comme un patron de l'attaque de Galatasaray. Galatasaray désormais qui... يتقدم أخيرا في شوط المباراة الأول، وأخيرا يحضر الهدف الأول في المباراة. ضمك سيد الكرات الثابتة في مسابقة الدوري يتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة والهدف الرابع عشر من كرات ثابتة في مسابقة الدوري. عرضية يتمكن